بهدف الاستعداد الامثل للموسم التسويقي لمحصول الحنطه. محافظه المثنى من المحافظات المهمه بالموسم التسويقي، وحققت انجازات مهمه في تسويق كميات كبيره من محصول الحنطه، وبالتالي اي دعم يقدم لهذه المحافظه يسهم في انجاح الموسم التسويقي. خاصه نتطلع من خلال هذه الزياره لتحقيق نتائج ايجابيه من خلال حاله من التفاعل بين الحكومه الاتحاديه الممثله بوزاره التجاره والحكومه المحليه الممثله بالسيد معاون المحافظ والاخوان بالجمعيات الفلاحيه للوصول الى حاله ايجابيه. الهدف منها هو انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطه الذي ينطلق في الاول من نيسان في هذه المحافظه. كشركه عامه لتجاره حبوب مستعدين لتقديم كل الدعم والاسناد والمشوره للاخوان في محافظه المثنى استعدادا لموسم زراعي مهم في ظل تداعيات يعني دوليه خطيره ولها دخل بالامن الغذائي. طبعا احنا نشكر السيد المدير العام لانه المقترحات اللي اقرها في اجتماع الشركه واللي وصلت الى مجلس الوزراء واقرها الاسبوع الماضي كان فكره زياده السعر ناتجه من الشركه العامه لتجاره الحبوب، وبعدين بعد رفع السعر ايضا موضوع رفع الخطه الزراعيه، يعني كل كميه المحصول راح تستلم اللي خارج الخطه واللي داخل الخطه، وهذا كلها مؤشرات ايجابيه ان شاء الله راح تعطينا باتجاه موسم وفير ان شاء الله. كيف اللاحين بصوره عامه يطالبون بزياده الاسعار الحاليه، هاي وحده، والثانيه يطالبون بدفع المستحقات مباشرا. اذا ما كان دفع المستحقات مباشرا والاسعار تزود اسوه بالاسعار العالميه، ال 750 لو مدعوم الاسمده كان لا باس بال 750، ولكن احنا الان طن الاسمده ب 1,200,000 او 1,100,000، فما مو مجدي انه هو ب 750 يصبح الفلاح مطلوب اذا يذب الاسمده ب 700 1,200,000 يشتريها 1,200,000 ويطل محصوله ب 750 يكون الفلاح يبقى مطلوب. Thank you.